يلا نبدأ. يلا وهنبدأ بالفريق الأول، الفريق البرتقالي. مين فيكم اللي هيضرب أول واحدة؟ أنا اللي هضرب أول واحدة. لا أنا اللي هضرب أول واحدة. أقولك أنا اللي هضرب أول واحدة. أبا أنا اللي هضرب أول واحدة. طب أنا لو ما ضربتش أول واحدة هزعل وأتجيب سوا وأمشي. وأنت بقى زي عم عيد القموصي؟ لا أنا مش عايز أبقى زي عم عيد. لا خلاص ابتدى أنت. أيوه يلا ابدأ. ضحكت عليه. يلا ابدأ. تشجيع تشجيع البرتغالي 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 البرتغالي. جاهز يا زومبي؟ ايوه. احسنت يا زومبي احسنت. جيف مي فايف. تشجيع تشجيع البرتغالي 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 البرتغالي. يا عم غش، في واحد فيه الروح. والله في واحد فيه الروح اهو. يا جدع بطل كلام فاضي. يا يلا ودلوقتي جه دور الفريق الازرق. تشجيع تعرف تنشل؟ لا طبعا. طبعا على الابيض. طب اقول لك على حاجه، بص دول 10 تنفار، لو غمزنا كل واحد منهم ب 100,000 جنيه يبقى احنا كده رمينا مجرد 1,000,000 جنيه مقابل ان احنا كسبنا المسابقه دي. ارمي 1,000,000 جنيه عشان اكسب كرومبا؟ عشان تكسب كرامتك. مش عايز. ما انا عايش زي الفل، مفيش حاجه. دي الكرومبا اغلى من اللي انت بتقوله ده بكتير قوي. كرامتي ايه وبتاعي؟ سيبنا انا هتصرف. معلش انا اسف للحكم ريفري. معلش انا اسف، في واحد مش مظبوط ومش واقف عدل، انا هشاور لك عليه عشان ده مش فير. اتفضل. هو كده مش فير. مساء الفل يا رجاله. اللي انا معايا 600 جنيه محيرني، مالهمش عازه وخايف لو يقعوا من جيبي. القوله هتتحدف، جت ما جتش تنزلوا انتوا على طول. لما يحصل ده الفلوس دي بتاعتكم وعليها بوسه. يا استاذ، انت يا استاذ خلص بقى، عايزين نبدا المسابقه. كده فير، هما كده تمام، كده فير. يلا عايزين نبدا. يلا جاهز؟ جاهز. جاهز. يلا حدد هدفك. 1 2 يس ايه ده؟ كل واحدة موتتهم كلهم ازاي؟ ده اكيد جرافيك ده ولا ايه؟ احنا كده كسبنا. لا كسبتم ايه؟ المسابقة دي بالذات نتيجتها بتطلع تاني يوم بعد ما نشوف تقارير الطب الشرعي ونشوف المصحات ونشوف الدنيا. افرض الراجل اللي واقف ده مات من ضربة شمس، افرض كان متخانق مع مرته في البيت مثلا ولا حاجة، افرض جات له جلطة، صح ولا انا غلطان؟ تمام، انت عندك حق، ما تشيلش هم. الدفاتر دفاترنا ومكتب الصحة بتاعنا. تمام يا كبير. وبكده يكون اليوم الأول قد انتهى والمسابقة والجزء العملي خلص، ولقد حصل فريق خميس سان جيرمان على 7 نقاط. يس. وحصل فريق بلاطة سراي على 60 نقطة. بلاطة 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 بلاطة. بس يا حبيبي، وبكده يكون اليوم الأول قد خلص، ونلقاكم غدا في المسابقة الثقافية. تسجيل.